أنا أعتقد أنه يصعب على رعاة الراعين للحوار أن يقروا بفشله، لأن هذا الفشل سينجر عنه عواقب وخيمة. أعتقد أنه إذا لم ينتهوا إلى يعني الاختيار اليوم أو غدا سوف يمددون في المدة. تتوقع تمديد آخر؟ لا، ما فيش حل آخر. إذا كان يعني إذا كان باش يعلنوا نهاية الحوار وفشل الحوار، خلاص وقت علامات استفهام كبيرة. أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي في كلمته الأخيرة كان نتحدث بلهجة صارمة وقال إنه آخر أجل هو نص النهار يوم السبت 14 ديسمبر ولا مجال لتأجيل الحوار. لكن أتصور أنه ليس لهم من خيار إذا ما فشل إلا أن يمددوا. اليوم فما زوز احتمالات للوصول إلى التوافق، فما ثلاثة أسامي حسب المعطيات والتسريبات اللي توصلنا احنا: أحمد عظوم وزير أملاك الدولة السابق، صلاح الدين بن مبارك وزير السابق في عهد زعيم بورقيبة وراضي المدب. وإلا السيناريو الثاني أو الحل الثاني هو تراجع سي مصطفى الفيلالي عن رفضه لقبول رئاسة الحكومة. يعني زي ما قلت لك، يعني نعرف الأستاذ مصطفى الفيلالي من 50 سنة. لا أعتقد أنه صعب عليه أن يتراجع الآن. في الأسماء الثلاثة هذوما اللي اقترحتهم توا، أنت ما تتميل أكثر لراضي المدب وترى هو كونه لا يعني هو، فأنا ما عنديش حبيت ناخذها. لا يعني بصراحة منذ حوالي شهر دعيت لدعا زميلتكم الثقافية، فقلت طيب نحن هالسنوات الثلاث سنوات هذه يعني تونس واقفة يعني برحمة ربي، واقفة أيضا بدور الجيش، دور المؤسسة العسكرية. فقلت يعني مجرد رأي، ما عنديش، ما فكرت في شخص يعني معين. قلت هناك كثير من الضباط الساميين اللي تقاعدوا في الثمانينات أو في التسعينات وما زالوا يعني في العمر اللي مكنهم باش يتحملوا مسؤولية. لكن أقحام المؤسسة العسكرية حتى ولو كانوا في المتقاعدين. يا سيدك، عندما يخرج الضابط أو الضابط الصف من الجيش أو الجندي يصبح مدني كيفي كيفك، ليس فيه أي اسم جنرال رشيد عمار في وقت من الأوقات. لا رشيد عمار عندما طرح كان جنرال يعني في الخدمة. أنا أقول لك يعني حتى بعد، أنا أقول لك رجل من الذين تقاعدوا في الثمانينات إلى غير ذلك، لما يخرج الإنسان من الجيش ضابط صف إلى غير ذلك يقول لي مدني كيف كيفك، ما فيش أي إقحام كان معايا شخص يعني من الجبهة الوطنية قال لي إنه نريد إحنا من بعد المؤسسة العسكرية. لا مش فاهمين القضية، أنه عندما إنسان يخرج من الجيش متقاعد ولا مستقيل يصير مدني لا أكثر ولا أقل. لكن وقت أشوفوا الراجل اختاروا من هؤلاء اللي يليق بالمرحله، ترى هذه هو الحل الانسب؟ لا مش الحل، انا اقترحت من سنه الفرق. يعني من اي واحد. ثم الان هناك اسماء شخصيا يعني لا اعرف سي مبارك نعرفه، لكن اقول لك يا سيدي الكريم فلا نريد ان ننبش يعني في الواحد، لكن لا في خلال 30 سنه الاخيره لم يظهر انه حي. أنا أحكي لك على إنسان حي، إنسان ما كانش عنده دور فاعل معي. لا فاعل ولا مفعول. أنا أحكي لك على إنسان، ما حكيت لك على أستاذ السيد المدة، أحكي لك على إنسان من عمر معين أصغر بكثير من السيد صلاح الدين مبارك، ثم إنسان ناجح في موفق يعني في تعليمه في تحصيل العلم إلى ذلك، موفق في إدارة أعمال وإلى غير ذلك، وعنده رؤية. أقول لك بصراحة سمعت أنه من انبهرت يعني بما وجدت لدى هذا الرجل. واضح. ندخل في مسألة أخرى ونقطة أخرى معك أشرف، موضوع الكتاب الأسود. الكتاب الأسود المثير للجدل، اسم السيد أحمد الملاعي وجد في الكتاب الأسود. بارك الله في سيدي. اسم مرزوقي على جانب كبير من اللطف والاعتراف بالجميل غير ذلك. شوف يا حبيبي، من عامين ونصف شفت المزابل اللي انتشرت في الأحياء حتى الراقية في كل المدن وإلى غير ذلك. أنا أعتقد أن هذا هي الزبالة متاع قصر كرطاج، خرجها السيد مصطفى المرزوقي. في الكتاب الأسود أحمد المناعي بماذا أتهم؟ لا خلينا قبل ما نحكي لكم
قصة يعني بسيطة عن قصر قزتان العلاقة دي. في شهرين الشهر الثاني يعني بعد وصول السيد بن علي للحكم، فتوليت رئيسة زوجة رئيس الدولة آنذاك زوجته الأولى استقبال نساء الوزراء، فحضروا كلهم يعني يحبوا يكتشفوا شو قصر قرطاج وشو بالخصوص يعني هالمرأة الجديدة وهالرئيس الجديد إلى غير ذلك. ورجعوا كل واحد لدارهم، ثم واحدة مرتوزية مش نذكر اسمه جوا صاحباتها قالوا لها شو الدنيا وشو القصر قرطاج واللي كانت فيه للا وسيلة. قالت خسارة، هو قصر هذا مجمع للقعر. سيبنا علي رجل أمن يعني الشاردة والوردة يعني تصل له. بعد نهارين نادى الوزير زوج المرأة هذه وقال لها فلان انت مرتك قالت فينا قعر ولهذا بر إن شاء الله وأقاله. مش عارف الآن يعني لحد الآن ما سمعتش أنه قصر قرطاج استدعى نساء الوزراء، ربما لأنه ليس هناك يعني زوجة للرئيس، لكن وددت لو تم ذلك وتوصلت إلى معرفة يعني رأي نساء الوزراء في قصر قرطاج. يا سيدي الكريم شو هالكتاب هذا؟ ليس بالكتاب، هو كدس من الأكاذيب فيما يخص على الأقل المعارضين، لأني لست الوحيد الذي ذكر المرحوم صالح كركاد، ذكر المرحوم علي السعيدي، ذكر السيد. وانت تأثرت على ذكر الأسماء هذه في الكتاب الأسود؟ أنا واقف حي أرزق، أستطيع أن أدافع عن نفسي، وسيرى سيد المرزوقي أنني لازلت على شباب الأربعين والخمسين. أما أن يذكر الأموات فهذا لا يغتفر، لكني أعرف الأسباب الحقيقية في ذكر مثلا ذكر مرحوم صالح كركا. أسباب شخصية أو خلافات شخصية حسب رأيك؟ لا، مش ميله هو والمرحوم صالح كركا، بالعكس يعني كانت علاقاتهم طيبة فيما أذكر. لكن هناك شنين أسباب سياح ميزاج؟ خلينا نكون مباشرين، تقول تقول نعرف ميزاج حتى نحبه نعرفه معك، شنين الأسباب؟ ما يمكن معرفته، حاسك متحفظ شوية على الأسباب. يعني في الحقيقة نحاول قدر الإمكان أن نتجنب الحديث عن الشؤون الخاصة للعائلات، لكن في قضية صالح كركر هي قضية عائلية، واحد من المسؤولين الآن في القصر الرئاسي كان متزوج بنت المرحوم صالح كركر وقع الفراق ما بيناتهم في أقل من 3 شهور تقريبا، وانتهت يعني وتصورت أن الخصومة انتهت، يعني الناس يتلاقوا يتفارقوا يتلقوا وكل واحد يعني يمشي بالسلامة، فإذا بها يعني تخرج الأحقاد والضغائن يعني بعد 20 عام الزواج، تم الزواج في 1991 و92. إيه ما أنت شنو دخل هذه في مناضل كيما أحمد صالح كركر؟ أنا مش شخصية عائلية، مش شخصية، هذه سؤال يطرح نفسه اليوم. يعني فيها في الأخبار اللي فيما قيل عن صالح كركر لا يمكن أن يكون أن يخرج أن يأتي إلا من يعني علاقات عائلية. شو أقول لك هاد؟ عندي ثم اللي المناشير اللي صدرت ضد المعارضين في الخارج، ثم 4 عناوين وما تحدثوا عن واحدة برك اللي ماسك صحيح. يعني هناك ثم لفاي، وهناك كل شيء بالمكشوف، ثم أيضا هناك نشرية رابعة صادرة عن لجنة شرعية للمحاسبة، وهذه تهم بالخصوص يعني النهضة. لم يقع ذكر أي من هذه العناوين، وقع ذكر فقط لماسك. ولماسك هذه صدرت لحوالي 6 شهور أو 7 شهور، فيما بين بداية 97 حتى نهاية 97، ثم بعد خرجوا لفاي. رجعت البعض اليوم يعني قبل من صار نوع من الانتقائية معي في اختيار يعني شو هي مراكز مختلفة تصدر هالشيء هذا، مش لاتيسيو عندما تأسست في 91 تأسست من أجل
تلميع صورة تونس، ثم بعد فيما بعد تحولت إلى تلميع صورة الرئيس. وتورطت يعني بالخصوص في نهاية 92 في المحاكمة بتاع المنصف بن علي في الكسكس كونكشن. وقتها بدأت تهاجم، لكن تهاجم أنا نذكر عندي الوثائق المتصلة بهذا، يعني مهاجمة سياسية في أنا وعلي السعيد رحمة الله عليه والمنذر صفر، يعني لعبنا دور في قضية هالمحاكمة هذه، وعلى إثرها أسسنا اللجنة التونسية للاستقالة المطالبة باستقالة بن علي في جانفي 93. وبدأ وقتها بدأت هجومات لاتسيو، لكن باللونتيتا وفي العموم يعني منشوراتها كانت موجهة للإعلام الفرنساوي يبعثوا به الإدارات إلى ذلك. فالرجوع لموضوع الكتاب الأسود سيد أحمد، اليوم السؤال المطروح والطلبات اللي يطالبوا بها خاصة المكونات المجتمع المدني بكشف أرشيف البوليس السياسي، لكن رئاسة الجمهورية فاجأت الجميع بكشف الكتاب الأسود اللي ضمن أكثريته ويتحدث على الصحفيين والجامعيين. أنت تحدثت على الأرشيف البوليس السياسي واعتبرته قنبلة نووية موقوتة يمكن دخل البلاد في الفوضى. ترى أنت ممكن بعد صدور الكتاب الأسود هذا ينجم يطلع أرشيف البوليس السياسي في وقت معين مستقبلا انا كورقه سياسيه يمكن اعتمد؟ يعني شوف اللي باش يخرج يعني الارشيف هذا يريد ان يفجر المجتمع التونسي. يعني بصراحه خليني اسال يعني شو مصلحه تونس مصلحه التوانسه في انه يطلعوا انا كحميد المناعي مثلا نطلع على انه واحد من اقربائي هو اللي كان يبعث فيها في التقارير، ولا مرتي ولا اخويا ولا كذا. تعرفوا في وقع يعني طرح المشكل في ألمانيا الشرقية مع ستازي، عندما سقطت يعني ألمانيا الشرقية كثير يعني ذكروا وفكروا في قضية الأرشيف. فشافوا أنه يعني هذا ما انتهوا إليه يعني مفكريهم مثقفيهم سياسيهم، أنه راهي هذه قنبلة موقوتة فجر المجتمع. يعني العلاقات البشرية العلاقات العائلية خلاص تنتهي وتتفكك، شكون عنده مصلحة في تفكيك أواصر الأخوة والصداقة والقرار؟ ولكن المحاسبة مطلوبة. لا 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 من أجرم هؤلاء حتى وإن كانوا فما علاقات شخصية وعائلية فما ناس باش يضر. تحب أقول لك هي قضية قناعات. أنا لا أعتقد أننا في المجتمعات العربية وظهر ذلك في أكثر من بلد أننا قادرين على الإنصاف والعدل. اللي شفناه في العراق واللي شوفوه فيه الآن في ليبيا واللي شفناه في أكثر من بلد عربي هي عمليات انتقامية يكفي باش الواحد يتعرف على أنه هذا هو الذي أوشى به أو الذي كذا ليقتله أو يقطع معه. لا نحن بكل أسف ما احناش في مستوى العدل. ثم أشياء يعني أخيرا كنت نتحدث معنا يمكن الكشف على أرشيف البوليس السياسي هذا، لكن مش في المرحلة هذه. لا 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 ممكن في أولا في نطاق القانون، في نطاق القانون الذي قام به سيد منصور مرزوقي هو عمل وانتهاك للقانون وهي خيانة للمؤتمن، لأنه أرشيف هذا مؤتمن عليه. لكن ما هو ضامن اليوم أنه ما يتمش الكشف عن أرشيف البوليس السياسي كما تم الكشف عن الكتاب الأسود؟ وإذا كان تذكروا بعد 14 جانفي مش في القصر الرئاسي مش شفنا أرشيف مش شفنا شيء، شفنا يعني سبائك الذهب وشفنا الأموال يعني بالأكواب، وقالوا ثم حتى الزطلة. إي وين الزطلة وين الأموال وين الذهب؟ ما ثم الا الزبله هذه اللي خرجها سي موسى المرزوقي. علاش في تقديرك سي احمد باش ما تخرجش برشا في تفاصيل الكتاب، علاش في تقديرك تم ادراج اسم احمد المناعي في الكتاب هذا؟ شنو علاقتك بيه موسى المرزوقي؟ او سؤال مباشر وواضح. ايوه اشهد الله اني الى سنوات عديده ضغطت اني اكون له كل التقدير. علاقتي به كانت في اكتوبر 81 في يوم من الايام زارني صديق و عبد الحميد هاشم يومها نجح في الاجريغاسيون، هو جراح عظام وتسمى في المستيرجا باش يشوف الوضعيه، ما عجبتوش ولا تعدى لي للدار فطر بحذايا. سالته قلت له يا عبد الحميد تعرف شي واحد مهتم بشؤون حقوق الانسان؟ غير ذلك وقتها عندنا المساجين نتاع
الاتجاه الإسلامي نتحرك مع جملة من الأصدقاء يعني كلهم توفوا رحمة الله عليهم، يعني دكتور حمادي فرحات، علي الأرناوت، طيب قاسم، إلى غير قال لي ما عندنا منصب المرزوقي. فكان ذلك اتصلت فيه، تلاقينا يعني لمدة ساعة في قهوة في بوجعفر في برج ختيجة، قال حوالي الساعة. استغربت شوية لأنه على مدى الساعة ما كانش يخزر، لأن كنت على يسار وهو يشوف البحر. قلت هذا لابد يكون شاعر، وما دار لي إلا وقت اللي قلت له راني أنا نخدم وقت في المغرب وماشي المغرب. قال لي ما نعطيك رسالة لوالدي. أعطاني رسالة بالفعل لوالده في مراكش، يعني من غدوة رجعت أعطاني رسالة. بقينا على علاقة، يعني اسمها بزنس نيوز نشرت اليوم رسالة كتبتها لسلم نصر المرزوقي في جانفي 2001. وقتها طلب مني يعني أشياء، وعنده بعث لي يعني مخطوط متاع كتاب باش ننشره لغير ذلك. وليت كتبت له وعطيته، فحاولت ننصحه على كل في قضية الحزب اللي يريد تكوينه. وثم وقتها بدأ يتحدث عن تبديل العلم، وبعث لي حتى نموذج يعني من العلم نتاعو لتونس، ويتحدث على الدستور وإعادة صياغته إلى غير ذلك وإحلال. لكن سؤال يطرح للنسي أحمد، ينجم يكون عنده تصور بأنه هو كان حقوقي في الوقت الحالي وكان وقتها وكان معارض، ما كان عنده تصور ممكن يخالف ما هو موجود وقت. أي خالف يعني نحي العلم اللي عاشوا عليه التوانسة أجيال، ويبدل يعني خريطة تونس ويقسمها إلى أقاليم. إلى أقاليم، هذه من صلاحيات الخبير والحقوقي، هذه يعني يجب يكون حولها إجماع وطني. فهمت العلم؟ أنا شخصيا مستعد باش نموت من أجل العلم هذاك. في بنزرت في 61 طوعت في بنزرت من أجل حماية هاك العلم، من أجل حماية البلاد. يجي هو باش تطلع لي في دماغه. فهمت؟ فهمنا اللي علاقتك بيه علاقة طيبة. أيوة، معناتها نجم نقولوا صادق. لا هبجن ايه يعني أيه. هاي فزت الامور فيه. اطلب منك الالتحاق بحزب المؤتمر. لا انا احكي لكم بكل امان. شوف، يوم اللي جاء لباريس في ديسمبر 2001 في النهار الاول نتاع رمضان، مشيت وقت خرجت من العملية على القلب، مشيت نستقبل فيه، نلقى كثير من الزملاء اللي يخدموا معه الان مستشارين يستنوا فيه. سلمت عليه، قلت له يا سيدي اعتبرني في الخدمة، نعاونك ما استطعت. وشو باش نعاونه؟ نعرفه بعلاقات، نعرفه صحفيين، نعرفه مثقفين عرب وغير عرب. فهمت؟ وكان الامر هيك. في اعطيته التليفون، يعني عندنا تليفونات بعض من القديم. قلت له نهارات قلت له ثم فلانة اسمها فتحية طلحايت، هذه جامعية جزائرية وقريبة من الجبهة الاشتراكية لفافاس، وتحب تتعرف عليك. قال لي أهلا وسهلا، خذينا موعد تلاقينا. فجينا في القهوة بعد فتيحة، قلت له فتيحة قد وحدك هنا الضريج نتحدث عن المنصف. فجاس المنصف أهلا وسهلا مرحبا، حط يديه هيك على الطاولة قال لي تجي معايا. قلت له وين؟ قلت له المرأة تستنى فينا، حسبت مش نمشي. قال لي لا يجي معايا للحزب. قلت كلمة كبيرة يعني مش بالطريقة هذه، واحد تجي تدخلني في الحزب. هو طلب استشارة بينما أنا عام قبل قلت له غلطة كبيرة أن تكون حزب، إيش يكون رقم يعني في قائمة الأرقام في سلسلة الأرقام. ولا خرج. قلت له هديك المرة السنة. قال لي لا عندي موعد مع صار. فيما بعد ما بكنا يعني وقت اللي كنا نتلاقاو نادرا ما نتلاقاو ولا في ندوات ولا كذا. عندنا ثم في 2003 ندوة كبيرة حقوقية بالعالم العربي، حاضر فيها هو وأنا وكثيرين. النهار الأول في نص النهار ونص تقريبا وفات الأشغال متاع الصبح، مشينا باش نفطروا يعني في المطعم. مشيت خذيت الطبق متاعي كبقية الناس، ونشوف في بقعة تمشي بقعة في القاعة، نلقى بقعة قدام نصر المرزوق. مشيت أخذت سلمت عليه، بدينا نتحدثوا وقت يعني معارضين ومنفيين ولا مهاجرين. مشيت تحدثوا على الشأن التونسي، بدينا نتحدثوا على الشأن التونسي. في وقت من الأوقات جاء الحديث عن الأمن،
قلت له لكن سي منصف الامن، الامن ضروري للبلاد، ما يمكنش البلاد تعيش. قال لي انت تحب الامن، هز الطبق نتاعو وخرج. معناه خلاص الحديث سيد احمد حتى نعجز الموضوع. لا هذه تبعاته، عنده تبعات. هذا اللي خلاه